احنا كمصريين اول ما يحصل اي موقف في اي حاجه في الحياه يقول لك وعلى راي المثل مرايه الحب عمل، او على راي المثل اكفي القدره على فمها هتطلع البت لامها. ما بنسكتش بقى، اي حاجه اي موقف اي شيء يحصل لازم عندنا مثل بيحل لك المشكله دي او بيوصف لك الوضع اللي انت فيه. وكل مثل من دول ليه حكايه وليه موقف طلع عليه المثل. علشان نقدر نفهم اكتر الامثال دي طلعت لنا صانعه محتوى جميله جدا شرحت الحكايات والمواقف اللي طلع عليها الامثال وفكرتنا بامثال زمان الجميله جدا المترسخه جدا في ثقافتنا كمصريين وكعرب، كلنا بنحب الامثال الشعبيه ودايما بنستخدمها. عشان نعرف اصل الحكايه ايه عرفنا من الفيديوهات اللي موجوده على التواصل الاجتماعي، وقلنا ان احنا النهارده نخلي الناس تعرف معانا القصص الحقيقيه وراء الكلمات والامثال اللي بنستخدمها في يومنا من نيفين سالم صانعه محتوى. اهلا بيكي يا نيفين ومنوره. اهلا بيكي، اهلا بيكي يا استاذه سالي، واهلا بحضرتك استاذه سناء. يا نيفين انا من المتابعين ليكي وبضحك. شرف ليا. لا انا بكلمك بجد، ابص واضحك واقول مش معقول. اولا انا عايزه افهم الحواديت اللي انت بتحكيها على الامثال دي، هي استمدتي المعلومات دي منين؟ وهل هي يعني رؤيه ولا حقيقه ولا ايه؟ لا لا، هي رؤية، لا مش رؤية خالص، هي حقيقة الحمد لله وكل حاجة. أنا الفكرة عندي زي ما قلت لحضراتكم قبل الهوا أنها موجودة من 2015، أن أنا بحب القراية وبحب كده دودة قراية زي ما بيقولوا يعني، بس بحب المعلومات اللي تكون خفيفة وطريفة وجديدة في نفس الوقت. فقعدت كنت بفكر مع نفسي كده كل حاجة في حياتنا ما أكيد ليها أصل وليها تاريخ وليها قصة اتقالت بسببها. ففكرت كده دورت على بعض المصطلحات اللي احنا بنستخدمها في حياتنا، ولما لقيت ان ليها قصص معينة حاولت ان انا اقولها للناس. الموضوع ابتدى في الاول ان انا كان بيني وبين صحابي وبحكي لهم انت عارف المثل ده بيقول ايه، طب انت عارفه الكلمه دي مش عارف معناها ايه. فكانوا منبهرين جدا واتبسطوا قوي بالموضوع، ولقيت الناس بدات تبقى مهتمه بحاجه زي كده. فقلت طب وليه ان احنا ما نعملش الموضوع ده للناس بقى بصوره اكبر واوسع. بدات ان انا ادور في مصادر، في كتب، في مراجع. انا مين البحث عندي بيكون اول حاجه هي الكتب بتاعه زمان القديمه بقى، ايام المقريزي والجبرتي، ويعني بحاول ان انا اجيب من الناس اللي كانوا القديمه، مش حتى قوي مش الدكتور تيمور طبعا الدكتور احمد تيمور ودكتور احمد امين من الناس اللي انا بعتمد عليهم بشكل كبير، ولكن هي بتصادف بقى بتتنوع المصادر يعني. فده بيبقى المين، المصدر يا اما كتاب يا اما مرجع. وبعد كده بقى بحاول ان انا اضيف عليها انا التاتشات بتاعتي يعني علشان المعلومه تبقى خفيفه كده ودمها خفيف، الناس تقدر تحفظها بسهوله يعني. من الحاجات اللي لفتت النظر جدا انت بداتي كمان بان الكلمات الفرنساوي احنا معربينها مودينها في داهيه. ده اكتر فيديو فعلا عرفني بالناس، لان هو عمل في خلال يومين تقريبا زي كيلو باميه دي ملهاش علاقه بالباميه ولا بالكيلو ولا اي حاجه خالص. بس مش كل الناس تعرف كيلو باميه. كيلو باميه دي اللي هنحط ايدينا على بعض ونقول كيلو باميه بالظبط عشان نختار مين اول واحد هو اللي هيلعب اللعبه دي. فانا كنت بستغرب ايه اللي دخل الباميه في اللعب وليه هناكلها دلوقتي، ملهاش اي لازمه يعني. فطب وليه ما تبقاش كيلو بسله او كيلو جزر يعني. فطلع بقى ان انا لما دورت عليها لقيت ان هي اصلها كيي لو بريميي، يعني مين الاول. كيي لو بريميي احنا خليناها كيلو باميه. فهو احنا حافظنا على اللحن، الحمد لله حافظنا على اللحن. ونفس الحاجات وفي كلمات تانية بقى كتير عندنا الفرنساوي بقى ما تعديش يعني. بولاق كلمة حي بولاق، بوليك دوكير، بولاق دوكير، بولاق الدكرور، بولاق. والجمصة، جمصة اصلها فرنساوي ايه بقى؟ اصلها ايه؟ اصلها جمسا، جمسا. انا حابه ده، حبيت المنظر ده. واللي سماها كان نابليون لما اثناء الحمله الفرنسيه لما على مصر، شاف جمصه، لما شاف جمصه الطبيعه الجميله اللي هناك، الجميل جدا اللي هناك، قال جمسا، فتحولت بعد كده لجمصه. وبليله، وبليله، بليه بليه قمح، وليه لبن، قمح بلبن بقت بليه قلي. وحاجات كتيره يعني، معظم الحاجات اللي في الفرن دلوقتي اللي بتتعمل البيتي بان والبيتي البيتي فور، ما البيتي بان بس هم زي ما هم البيتي بان والبيتي فور زي ما هم. بس هو اصلهم ايه كلمة يعني هو معناه قولي لنا. هو البيتي بان هو العيش الصغير، البيتي فور
الفور يعني الفرن. الفرن. فالبيتي فور ديت المخبوزات كانت بتتعمل في رماد الفرن، وكانت أول مرة تتعمل كانت في فرنسا. فعملوها سموها مخبوزات اللي هي الفرن. بيتي فور. وحاجات كتيرة بقى، معظم قطع غيار السيارات من اللغة الفرنسية. قولي لنا زي إيه؟ دريكسيون. الفيتاس. الفيتاس. سرعة. اللي هو بالسرعة. الفيتاس. مارش دير. مارش الأريير. مارشاريير بيرجع لورا. والكبوت، بس هي اصلها كبوت في الفرنساوي. كبوت هو كبوت. الحمد لله الحمد لله ده نفد من هنا. بصي الاسكندرانيه يقولوا على البلكونه التراسينا. التراسينا بالظبط دي اصلها اكيد طلياني، الاسم كده يقول انها طلياني. والرصيف يقول عليه تلتوار. زي ما هي التلتوار ده، بس التلتوار ده فرنساوي. ما هو فرنساوي بس لسه بيقولوه تلتوار لغايه النهارده في اسكندريه. لا وعلى فكره كمان العرب اثروا في اللغه الأجنبية كمان، يعني أنت هتلاقي في حاجات كتير في اللغات الأجنبية متاخدة أصولها من اللغة العربية. زي مثلا في أسبانيا لما يضربوا الطور اللي بيعملوه ده مصارعة التيران، يقول لك أوليه أوليه الله، خدوها وبقت أوليه. يعني دي حاجات من البتاع فهم بياخدوها. طبعا. وحاجات كتير بقى، الجبر، كلمة الجبر، الجبرة. والقطن والجمل. لان الحاجات ديت مش عندهم. فهم اخذوا المسميات ديت من عندنا. الجمل بكل لغات العالم هو متاخد من عندنا احنا، سواء فرنساوي ايطالي الماني اسباني كل حاجه. طب حضراتكم تعرفوا ان انتوا بتتكلموا فرنساوي في صيني كل يوم؟ صيني نقول ايه بقى بالصيني بقى ده؟ صباح الخير ولا ايه؟ الشاي. الشاي دي كلمه صينيه اصلها شا، لان هم اول بلد عرفت صناعه الشاي فسموه شا، فاحنا بنقوله شاي. احنا بنتكلم صيني اهو. وحاجات تانية كتير بقى، يعني برضو دي كلمة تركي اصلها بيرد. اسمها برجر ايه؟ بيرد. طز ملح. طز يعني ملح بالتركي. بس هو طز عندنا هنا معناها حاجة ملهاش قيمة، لانه زمان الاتراك لما كانوا حاكمين مصر كانوا بيفرضوا ضرائب على كل السلع ما عدا الملح. الملح بالنسبة لهم كانت سلعة ملهاش لازمة. فالمصريين بقى التجار الفهلوة بقى بتاعتهم عشان ما يدفعوش ضرائب، فكان كل ما يجي لهم حد من المحصلين يقول لهم انتوا عندكم ايه؟ طز، فيمشوا ويسيبوه ما يدفعوش فلوس. بصي هقول لك حاجة يا نيفين، الكلمة دي مصرية بحتة، كلمة اللي انت انا مش هقولها ليه؟ يعني ممكن يكون حد لبناني بيسمعنا دلوقتي، لان الكلمة دي مش كويسة عنده. انت واخدة بالك ازاي؟ احنا كلمة عادي خالص في حياتنا في مصر نقول الكلمة دي. ثقافات اللهجات لكن هم ما بيحسوها حاجة مش حلوة يعني. عشان كده مش هعلق عليها. طب وكوسة؟ عارفة قصة كوسة؟ طبعا طبعا. كوسة جاية من برضو ايام العثمانيين، كانوا القاهرة كان حواليها سور، اللي هو السور الموجود دلوقتي اللي لسه بقايا منه موجودة لحد دلوقتي، باب النصر وباب زويلة. فكان على الابواب دي موجود حراس، وكان الفلاحين بيجيبوا الخضار والفاكهة بتاعتهم من بدري جدا من المحافظات المختلفة، يقفوا قدام الابواب بتاعت السوار دي علشان يدخلوا السوق يبيعوها بقى الصبح. فكانت تبقى الطوابير طويلة وواقفين كتير جدا، ما عدا التاجر او الفلاح اللي معاه كوسة، كان بيدخل هو اول واحد حتى لو داخل اخر واحد، جاي اخر واحد. ليه بقى؟ لان الكوسة من المحاصيل اللي بتبوظ بسرعة من الحر والشمس، فما ينفعش يقعد يستنى في الطابور هتبوظ منه مش عارف يبيعها. فكان التجار الحراس يقولوا مين التاجر اللي معاه كوسة؟ فيقوم انا يقوموا داخلين قدام عيني التانيين اللي معاهم طماطم وجزر علب، ولما يشوفوهم يقول لك ما ده كوسة. بالظبط. فكان معاه كوسة بقى. بس طب هو بالفرنساوي كورجيت، يعني كورجيت هل ليها علاقة بال ما تعرفي؟ لا ما لهاش علاقة. لا هي كوسة 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 كوسة. طب في أمثلة بقى احنا طول عمرنا بنستخدمها على انها ليها معنى، والحقيقة المعنى بتاعها عكس تماما عن اللي احنا فاهمينه. يعني مثلا لما تبقى مش عايزة ترحبي بحد تقولي له ايه؟ الباب يفوت جمل يا عم امشي من هنا. الباب يفوت جمل دي طلعت انها كلمة للترحيب مش لان انت تطرديه. انت بترحبي بيه بتقولي له المكان واسع والباب واسع لدرجه ان هو يفوت جمل يدخل عندي ويدخل يتفضل يستريح عندي. حاجه زي مثلا. طب وبعدين احنا استعملناها عكسي تماما بقى. وطبعا بره مش يخرج بره مش هنعمله بره وقلنا اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. ناس كتيرة فاكرة ان الجامع هو المقصود بيه المسجد. بس لا ما طلعتش كده. امال طلع المقصود بيه جامع الاموال،
ودي كانت وظيفة شخص موجود أيام الحكم العثماني برضو، كانوا فرضوا ضرائب على الناس نظير الخدمات اللي هم بيقدموها لهم. فجت وقت فترة من الفترات الناس ما بقاش معها فلوس، مش عارفين بقى يدفعوا الضرائب ولا هيسدوا احتياجات البيت، فكانوا طبعا بيتأخروا في دفع الضرائب. كانوا ساعتها بيقولوا ان اللي يعوزوا البيت يحرم على جامع الأموال، الجزية مثلا أو الضريبة أو أيا كان. وعلشان كده جت برضو كلمة بركة يا جامع، لما كان جامع الأموال ده يتأخر عن الوقت المفروض يجي فيه عشان ياخد الفلوس، كانت الناس بتقول بركة يا جامع جات منك وما جاتش مني. ياه، والواحد طول الوقت طول عمره فاهم انه الجامع ده هو المسجد. لا انا مش عايزه افاجئكم يعني. بس تاتا خطي العتبه دي تاتا دي فرعوني. هي صح تاتا فرعوني صح، بس تاتا خطي العتبه على بعضها. ايه بقى؟ اطفال صح؟ اسمعيها على طول اطفال. هي ما طلعتش للاطفال اصلا، طلعت ان تاتا ده اسم شركه اتوبيسات او يعني سيارات طبعا موجوده حتى لحد النهارده، هندي اصلا. هندي وتاتا برضو كلمه فرعونيه اصلها امشي. هنحتاج الكلام ده دلوقتي. الكلام ده هنجمعه ونحتاجه بعدين. لما جت فتره من الفترات مصر اتعاملت مع الهند واستوردت مجموعه من الاتوبيسات من شركه تاتا، وكان اول خط تشغيل ليها هنا في مصر خط العتبه. فكان اللي عايز يروح مختلفه تماما. فاللي كان عايز يروح العتبه هركب ايه؟ اركب تاتا خط العتبه. اللي ألف الأغنية ساعتها بقى خد إن تاتا معناها امشي في باللغة المصرية القديمة، وخط حط لها إياها تبقى خطي، وعتبة الدبل ميننج بتاعها الميدان وعتبة الباب، فمشاها إنها أغنية أطفال. خبر أبيض. إحنا معانا الجعف دلوقتي، خلينا نشوفها مع بعض وتعلقي لنا بقى على الأمثال اللي معانا. يلا بينا. جاهزين؟ أنتوا أيوه. طيب أهو اكفي القدرة على فمها تطلع البنت لأمها. اقلب القدرة على فمها تطلع البنت لامها. احنا بنتصورها انه شبهها. ده ظلم بين للامهات على فكره. ملوش اي علاقه لا بالام ولا بطباعها ولا بتربيتها ولا باي حاجه ابدا. الحكايه انه برضو كان ايام الحكم العثماني كان ممنوع على الستات، طبعا الستات كانت بتنشر فوق السطوح بتاع البيوت، وكان ممنوع على الستات اللي لسه ما اتجوزوش ان هم يطلعوا هم اللي ينشروا، فالام هي اللي كانت بتطلع. طبعا مش هتاخد كل الغسيل مره واحده، بتحطه في القدر اللي هي بقت القدره، بتحطه في القدر حبه منه وتطلع تنشره. طب هتنده ازاي على بنتها عشان تجيب لها بقيه الغسيل؟ ما ينفعش تندها باسمها، غلط، ممنوع. كانت تقلب القدر على فمها، بتخبط عليها، فالبنت تسمعها تطلع لمامتها فوق السطوح. تديها بقيه الغسيل من على عتبه الباب، على عتبه السطح. ملهوش اي علاقه بالام والبنت وحاجه يعني. احنا ظلمنا بصراحه الستات في الموضوع ده. دي انا مش عارفه اقرا. لا، في بعد كده كذاب كذب الابل. كذاب كذب الابل ده لانه البدو زمان كانوا بيشوفوا ان الجمال اوقات بتحرك بقها وهي على الفاضي، بتحرك بقها على الفاضي، فبيفتكروا بتمضغ. احنا دايما نشوف كانه بيمضغ حاجه، بتعمل كده بقها. فبيفتكروا انه لان هم بيبقوا معظم الوقت في الصحراء، فبيفتكروا ان الجمل لقى مصدر للاكل او للشرب في الصحراء، فكانوا يروحوا على المكان ما يلاقوش ان في حاجه، فاكتشفوا بقى ان الجمل بيعمل الحركه دي بشكل لا ارادي، وهم اللي افتكروا انه الجمل بياكل، فعلشان كده قالوا كذاب كذب الابل. زي دموع التماسيح برضو. هي التماسيح بتعيط؟ لا طبعا التماسيح ما بتعيطش. بس لا، العلماء اثبتوا ان التماسيح بتعيط. الناس كانت فاكراها انها بتعيط على الفرائس علشان بتاكلها فبتعيط عليها. فلا، اللي حصل ان العلماء اثبتوا ان التماسيح عندها غدد دمعيه زيها زي البني ادمين، ولانهم بيقعدوا فتره طويله كمان في الميه، فالغدد الدمعيه دي بتبقى مليانه ميه جدا، فهو بياكل الفريسه وبيحرك الفك بتاعه تنزل. بيضغط على الغدد الدمعيه دي فتنزل في صوره دموع. الناس لما شافتها افتكرت ان هو بيعيط على الفريسه عشان بياكل. وبعدين النصيحه اللي بيقولها الشبان للزوج في بدايه قصه جوازه، يقول له او انت تذبح لها القطه او الحاجه. ايه دي بقى؟ عنيفه قوي. وشريره كمان جدا. لها القطه. فهي ليها قصه انه كان في ملك، بس هي قصه زي الف ليله وليله كده، فانتازيا يعني. كان في ملك، بنته عندها طباع صعبه جدا ووحشه قوي، فكانت كل ما تتجوز تتطلق محدش كان بيستحملها، ترجع تاني على بيت باباها الملك. الملك زهق، عايز يجوزها، فعمل عرض قدام الناس كلها انه اللي هيتجوز بنتي هديله فلوس كتيره جدا وقصر كبير يعيش فيه، بس اتجوزها خلصني منها.
فما حدش تقدم على الرغم من العرض ده، لان كله عرفت بقى البنت ما عدا واحد بس كان فقير ومن الريف، وقال له انا مش عايز اقعد في القصر عندك، انا هاخدها تقعد معايا في البيت. والبنت دي كان عندها قطه مربيها بتحبها قوي، وخدتها معاها لبيت جوزها. تاني يوم لقت ان جوزها باصص للقطه وبيقول لها هاتي لي ميه. القطه طبعا ما بتتحركش، مش فاهمه، هاتي لي ميه، ما فيش، قعد يتعصى هاتي لي ميه، لحد ما في الاخر قام وقام ذبح القطه قدام البنت. طبعا البنت اتجننت، ايه ده، انت مجنون ولا ايه يا عم في ايه؟ وهو بيذبح القطه بقى راح قايل لمراته هاتي لي ميه، فطبعا جابت له ميه وسمعت الكلام وهي ساكته. فجننت ساعتها بقى. بنقول يا لهوي. دي مش مثل لهوي، ايه اللهوي دي؟ يا لهوي دي الحقيقه لما دورت عليها ليها اربع تفسيرات، وانا في العاده لما بلاقي اكتر من تفسير بحب ان انا اقولهم والناس هي اللي تقتنع بقى براحتها يعني. التفسير الاولاني انها جايه من كلمه يا الهي، تحريف ليا الهي. يا التفسير الثاني انها تحريف لكلمه يا للهول بتاعت يوسف وهبي. على فكره قريبه قوي ليا للهول. طب تستعجلي. قولي لي ثاني. التفسير الثالث انها جايه من كلمه اللهو يعني اللعب، فانا لعبت واستهترت لحد ما وقعت في مشكله. والتفسير الرابع بقى انه بيقول لك ان كان في دجال اسمه لهوي عايش في واحده من القرى، وكان الناس بتفتكر ان هو عنده كرامات، فكانوا كل ما يقعوا في مصيبه يروحوا يندهوا عليه يا لهوي الحقنا. يا خبر ابيض. لا لا هو اعلم. يا الحول. انا بس قبل ما تمشي انا عايزه اقول دايما على حد عامل كده، هو يقول لك ده ابن بارم ديل، وهو البني ادم عنده ديل يبرمه. وانا كنت فاكره ان هو حيوان. طلع انسان. طلع انسان اتكلم عنه الجبرتي اسمه سليمان بك الارماني، كان واحد من الامراء ايام الدوله العثمانيه، وكان مشهور عنه ان هو شجاع وفارس نبيل، وكان محافظ المنوفيه والغربيه. لما مات ابنه ورث عنه نفس الصفات ديت، وبقى بيتولى نفس مهام باباه، لكن حصلت حرب وهو الناس كانت فاكراه شجاع، هو هرب منها وساب الممتلكات بتاعته واتنهبت تماما. فاتسمى بعد كده انه ابن بارم ديلو، اتضرب بيه المثل في ان هو واحد يتباهى بشجاعه، وهو في الحقيقه ما عندوش كده. قبل ما اختم انا عندي مفاجاه ليكم سريعه جدا جدا، ودي خاصه بالسفيره عزيزه. اسم البرنامج سفيره عزيزه. مين السفيره عزيزه؟ مين بقى؟ سفيره عزيزه هي واحده من رموز النضال المراه، كانت هي اسمها السفيره عزيزه شكري. طبعا السفيره عزيزه شكري معروفه، وهي كانت معروفه انها بتدافع جدا عن قضايا المراه، واول سيده عربيه تعمل في الامم المتحده. فالناس خدوها رمز. توفيت قريبا يعني في الايام، في 2015. هي مولوده في 1919. عزيزه هانم شكري بالظبط. كده فهي رمز للدفاع عن حقوق المراه. فانا حبيت ان انا اهدي يعني البرنامج والاسم بتاعه لحضراتكم. شكرا شكرا يا نيفين. نيفين سليم امتعتينا، وكان لازم يبقى عندك وقت اطول ان احنا نستعرض معاكي الامثله الجميله ودم خفيف جهيه. وشكرا على معلوماتك والبحث اللي انت عملتيه. شكرا لنيفين سليم صانعه محتوى على السوشيال ميديا، انا من عشاقها.